الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي أفضل الكتب في نظم السيرة النبوية والتي تنصحون بحفظها؟ الحمد لله رب العالمين. أما فن السيرة فلا جرم أنه من الفنون المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على كثرة القراءة فيه والاطلاع على تفاصيل أحداثه وفصول وقائعه، فإن الأمة إنما عزها في تاريخها، فإذا أردت أن تذل أمة فاحجبها عن معرفة تاريخها، فأي أمة حجبت عن معرفة تاريخها المجيد فإنك تكتب عليها الهلاك والضياع بين هذه الأمم. وإني أرى والله أعلم أن من أجود كتب السيرة زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يهتم بجميع الجوانب المتعلقة بالسيرة في سردها القصص، وفي بيان فوائدها وأحكامها، وفي بيان جمل كثيرة من ما يتعلق بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الفقهية العملية. فهذا الكتاب محرر العبارة ومعروف مؤلفه وطول باعه في معرفة النصوص الشرعية وصحيحها من سقيمها، فإذا كنت تريد كتابا في السيرة عظيما فعليك بزاد المعاد في هدي خير العباد، فإن فيه من التحقيقات البليغة والتصحيح والتضعيف ما لا تجده في غيره من كتب السيرة. وإذا كنت تريد كتابا مختصرا في السيرة فعليك بمختصر سيرة ابن هشام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أو بالرحيق المختوم للإمام المبارك فوري رحمه الله، فإنها من الكتب الطيبة في السيرة. وأما حفظ منظومة في السيرة فأنا لا أرى والله أعلم أن يحفظ في السيرة شيء، لأن السيرة سرد قصصي يثبت في الذهن بلا حفظ، فليس هو أحكاما تحتاج إلى حفظ نصوصها وألفاظها، وإنما هي سرود قصصية أو سرد قصصي يثبت في الذهن من قراءته مرتين إلى ثلاث مرات على حسب قوة التقاط الذهن والحافظة. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ شيئا من متون السيرة ورأى أن لزاما عليه أن يحفظ، ورأى نفسه منشرحة وذهنه وقادا في مسألة الحفظ، فعنده من منظومات السيرة الشيء الكثير، فعنده مثلا ألفية الإمام العراقي فإنها من أفضل المنظومات في هذا الموضوع، وهناك شروح عليها يعني من الشروحات الطيبة الموضحة للوقائع وتفاصيل ما ذكر في هذه الألفية. ولكن أعود وأقول إن السيرة لا تحتاج إلى حفظ، وإنما تحتاج إلى كثرة اطلاع وإلى تحقيق وإلى معرفة بصحيح المنقول من معلوله، والله أعلم.